بداية أهلا وسهلا فيكم في بيت عرار الثقافي. هذا هو بيت شاعر الأردن مصطفى وبالتل الملقب بعرار. كانت أمنية الشاعر أن يدفن على منطقة التل في إربد أو في منطقة شيحان بالكرك. عرار شاعر الأردن بلا منازع، عرار الإنسان المواطن السياسي الاجتماعي. لا شك أنه عرار يعيش في ذاكرة كل أردني نظراً لقيمة أشعاره وطروحاته الجريئة. هذه الوظيفة إن كانت وجائبها وقفاً عليكم فعنها الله يغنيني. إن الصعاليك إخواني وإن لهم حقاً به لو شعرتم لم تلوموني. فالعزل والنفي حباً بالقيام به أسمى بعيني من نصبي وتعييني. يا شر من بنيت هذه البلاد بهم إذاؤكم فقراء الناس يؤذيني. إن الصعاليك مثلي مفلسون وهم لمثل هذا الزمان الزفت خبوني. والأمر لو كان لي لم تفرحوا أبداً من أجل دين لكم يوماً بمسجوني. فبلطوا البحر غيظاً من معاملتي وبالجحيم إن استطعتم فزجوني. فما أنا راجع عن كيد طغمتكم حفظاً لحق الطفارة والمساكين. كثير من المواضيع التي تطرق لها الشاعر تمثل وثيقة هامة في مرحلة من المراحل التي أثرت وتأثرت بها الأمة العربية. فقد عاصر الشاعر فترة الحكم العثماني والانتداب البريطاني والانتداب الفرنسي ومعاهدة سايكس بيكو ووعد بالفور. طبيعي فترة إقامته كانت من ولادته بال 1899 في إربد هون إلى أن توفي بال 1949. ففترات كان يتنقل من إربد إلى عمان إلى دمشق إلى بيروت. طبيعي التفت آل تل الكرام إلى الدمار الذي أصاب الأبنية في مدينة إربد. فطبيعي خافوا على البيت من الاندثار والخراب، فقاموا فتكرموا بترميم البيت وتجهيزه وتحويله فيما بعد إلى متحف ثقافي. البيت مثال مبسط للطراز المعماري العربي الإسلامي، مبني على نمط البيوت الشامية القديمة من الحجر الأسود البركاني والحجر البرتقالي الذي يسمى بحجر القرطيان. هذه غرفة عرار تحتوي على صور الشاعر مع العائلة المالكة. هذه المكتبة تحتوي على كتب ثقافية بشكل عام وكذلك دواوين الشاعر وكتبه. بالإضافة إلى أبحاث ودراسات حول الشاعر الأردني مصطفى وبالتل. هذه غرفة الأرشيف الثقافي تحتوي على وثائق، منها مثلا وثيقة بخط يد الشاعر، كذلك الوظائف التي شغلها الشاعر من معلم مدرسة إلى مدير مدرسة إلى حاكم إداري. الهدف من البيت أولاً التعريف بشاعر الأردن مصطفى وبالتل، ثانياً تفعيل الحركة الثقافية في محافظة إربد من خلال إقامة الأمسيات المتعددة والمتنوعة.